عم نحضر لكم سيربريز متعقد unexpected. في ترويع بالعالم صحية كلها غذاء وكلها فيتامينات؟ ايه في؟ فول! فول! انتو كنتوا عارفين انه الفول هو من اساس الاكل ومن اول الاكل بالعالم، مذكور انه بيتاكل من اكثر من 6000 او 7000 سنة؟ رح نرجع على اساس الفول، مين اخترع الفول؟ مين بيعمله؟ كيف؟ اي لون؟ وين بينزرع؟ كيف بينطبخ؟ باي شوارع؟ كيف كل شعب بحبه؟ كيف كل حضارة بتحبه؟ مش الفول، رح ترجع على الاساس لتفرجيكم اهم ترويقة بالعالم، الفول الاساس، محل ما واحد ساعات بيقعد مع الفول بيسمع صوته. Let's go on a tour. مش الفول، مش الفول هي برم، هي سفر، هي أكثر من شهر أكل فول. رح نبرم على لبنان، على الأردن، على مصر وعلى السعودية. شهر أربع تجميعات. مش الفول بتبلش هلا. يلا توني تأخرنا على الطيارة. شو الشوفير ما رح ينطرنا. نحن ثلاثة. نحن ثلاثة، مش حيوقف طيارة كرمالنا. يلا. سفرة جديدة، ادفنشر جديدة، ونحن وين؟ هلا بالمطار وطالعين على مصر. من بعد ميشن فول جوردن، من بعد ميشن فول اميريتس، هلا صار وقت ميشن فول ايجيبت. رح نعمل القاهرة واسكندرية، أكثر من 100 وقفة. وأكيد مين؟ أنا وتوني. توني معي، هل رح يقدر يركض وراي، يضل لحقني، يضل ملحق، ياكل هالقد وينبسط، ونرجع حاطينكم أكبر بسمة بالعالم على وجهكم، ونكتشف أكيد الأساس تبع الفول وين بلش، كيف بيكلوا الفول بمصر، وكل التفاصيل. ميشن فول ستارتس ناو. إذا ما تفركشنا على الدرج. أنت تفركش، أنا لا ماشي حالي. أوكي ديل. في ناس بتشوف طرقات، في ناس بتشوف شرايج، انا بشوف كولتشر، انا بشوف الوان، انا بشوف اشياء رائعه، انا بشوف بنايات. كل زاويه فيها بوتنشل صوره وحركه وفايبرنت بتعقد. المصري عم بيسوي حاله بحاله، هو العيني اليوم بالهرم، هو موجود بالأسواق الشعبية، هو موجود وين ما كان. برافو عليك. قمهي قمهي ولع الأنوار يا أيمن. منبلش أخبركم، هلا وصلنا على الريستوران اسمه البغل، من بعد ما رحنا عند الجحش. ما مرن العظمة أصلاً، بعرف أنا. وعنا واحد عايش بالخس بيجي هيك مثل الفرقاع ساعة بنكون عم نصور وبيبلش. يا اللي صار الليلة دمع عيوني. تعرف شو اسمه بلح؟ شو هيدا أنطوني؟ شو قالك بابو؟ شو هو؟ بلح تمصمص. تمطمط؟ ايه. مش عم يدعي لكم، بده يدوب لوحده، بده ياخد وقته ساعة ساعة وربع. طمني، الفرد البلاستيك وين؟ تركناه بالسيارة، والعضلات تبعولنا شو؟ ما فكرت، نحن بنسترجع اساسا. بروسلي بحياته ما حمل سلاح. نحن وفيتين على الاوتيل والجيش بيسأل وين كنتوا؟ شو عم تصوروا؟ انتوا سواح او انتوا تلفزيون؟ ومنفوت مشي على الاوتيل تنكفي ميشن فول، ما في شيء بيوقفنا. يس، ذس از ريل لايف ان اكشن. نحن واعيين الساعة 4 الصبح. انت 3؟ ايه. طيب انا رح اعمل لي غطة صغيرة. اوكي. ومنلتقى بمصر. اوكي يلا باي باي. نعم توني، انا ما خبرتك مرة الماضي قديش بحب اللبنة عند ايست. ايه. اول شيء كنت افكر انه فلايت نص ساعة رح ناكل ساندويشات، بس طلع لا، في الترويقة الكاملة. سو هابي سو براود. طلع اللبنة الرائعة ولا اطيب من هيك، وعندك كمان الجبنة، الخبز،
هي تبع جيري مش تبعك. كايرو here we come, super excited لجمعة بتاخد العقل. سوبر سوبر اكسايتد، ما فيكم تخيلوا قديش. غطينا، الحرارة 26، الشمس بتعقد ومنقلع. يلا توني كمان، يلا وصلت، يلا. نحن وصلنا. وأول لقطة مع بعضنا، شو رح نعمل؟ وصلنا على الأوتيل. توني، أول شغلة بنعملها نطلع من نطع التخت. يا ليسكو، لا مكتشف الأوتيل قبل لأنه منظر حلو جدا. ويلكم هوم، very nice. ريتز كارلتون، منظر على النيل روعة، عنده برمة على السطح عظيمة، عطونا سويت، صالون هون، أوضة النوم هون، تخت كتير كبير. ولأني وعدته لتوني أنه رح نطع التخت، رح نطع التخت. feels good. يلا بلتقى بعد ربع ساعة على السطح. What a trip and what an adventure. Hello hello hello, good morning. وين ما كنتوا بالعالم ومشن فول بتبلش. رجعت تذكرت ايام استراليا، رجعت تذكرت ايام اللي رحت واحدة على 20 يوم كاميرا ان هاند، عضلت اخر السفرة، بس بعدين طلعت سفرة كتير حلوة. نحن وين؟ نحن بريتز كارلتون بتبلش السفرة تبعنا. وراي في عنا لايف عم بيصير هلا على يوتيوب، منشان هيك الشبيبة كلها وراي مع الشيف حمدي اللي عم يعلمنا كيف نعمل اكثر من 16 طريقة فول. توني هون، everything's ready. يلا خلينا نروح نتعرف عليهم ونقلع السفرة. انا حمدي عبد الجواد، شيف بالنايل ريتز كارلتون. في عندنا مطعم عربي باب شرق، وفي عندنا مطعم ايطالي فيفو بالطابق الثاني، وفي عندنا مطعم النوكس هنا، عندنا انترناشونال، عندنا طبعا البانكويتنج، طبعا بنستقبل كل الحفلات وكل الاعراس وكل المناسبات والولائم الكبيره دي. دلوقتي احنا بنعمل فول بالحمص. ايوه، هنزيد له بس شويه بقدونس وهنزيد له شويه طماطم كده. اوكي، قبل ما هنقدمه على طول حامض بنحط له. ايه ده؟ بنحط له حامض خفيف. حط له حامض خفيف، ليمون خفيف كده، وكمون، وبندي له طبعا الكمون والملح. اوكي، ملح وكمون بس. ستاشر نوع فول، وشيف توني مثل ما شايفينه ورا مع الشيف حمدي كانوا كتير مبسوطين مع بعضهم. صار في هيك kind of complicity مع بعضهم وكتير انبسط فيها. كتير انواع، ثلاث انواع فول. اول شيء رح نبلش بالفول الاخضر، الفول يلي هو الفول على الطريقه اللبنانيه او الفول المدمس بس حبه حبه، وبعدين الفول المطبوخ يلي ماشت على الاخر مثل الشوربه، وثلاثتهم انخلطوا شوي مع حر، شوي مع بهارات، شوي مع طحينه، شوي مع بيض، شوي مع ثوم، مع بصل، مع شطه وغيره غيره غيره، وكلهم سوا صاروا هلا على الطاوله وريدي وننزل وندوق. طاوله غنيه في الوان، الشيف بيعرف في الفليفرز، فيه حامض، فيه شطه، فيه اجواء، فيه اختراعات حلوه مع البيض. very good. نعم بربهم على الصحن اللي بحقها هاي بس كمان. طيب يلا فوق أكيد؟ ولو عم بتشك بنزاهتي هاي تبع الحر؟ لا أخوف منه أنا. طيب عم بيحمر عيونك؟ لا عادي. أيوة أيوة دوق. إيه عقلتي. أوه، فيه لبن عندكم؟ في شي يطري؟ فيك تطفي بحامض. انا رح طفي بحامض. لازم تبلعها بلع. كتير كتير طيبة. كتير طيب. سوبر حرة. كتير طيبة، حبيتها. واو. بتاخذ منه لقمة. فيري فيري نايس. عن جد عظيمين. التبليشة بتعقد، الأجواء كتير حلوة. النفس كتير واضح. شيف ثانك يو سو ماتش. بتعقد بتعقد بتعقد. نفسك روعة على الكاميرا، عظيم، ضحكته حلوة، عم بيشتغل من قلبه، حماسه خويت.
and I'm super excited. بنخلص اول وقفه ومن هون بنبلش توت 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 وبننزل نزول. هي ده ضدك، هي عيب الكيفية. ظاهرة في ألوان، في ناس بتشوف طرقات، في ناس بتشوف شرايط، في ناس بتشوف دش. أنا بشوف كولتشر، أنا بشوف ألوان، أنا بشوف أشياء رائعة، أنا بشوف بنايات. كل زاوية فيها بوتنشل صورة وحركة وفايبرنت بتعقل. الأسواق القديمة، الأجواء كتير حلوة، الناس فوق بعض عم تبيع أغراض، جنون. عم نمشي من ميل لميل، amazing vibes you cannot imagine. هلا ما كتير كاميرا فريندلي وعم جرب قد ما بقدر خبي حالي من الكاميرا، والصرخة طالعة يمين شمال، بس إنه run 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 run. حبيبي يا باشا، وصلنا على المحل. كم سنة صار له هون؟ 100 سنة يا باشا. 100 سنة؟ اه يا باشا. وشو بتعمل؟ فول وطعمية وبطاطس وبتنجان وسقعة وبغنوك وبشكشوكة وكل حاجة وعجة وكل ليل نهار؟ ليل ونهار الحمد لله رب العالمين. أي ساعة بتبلش؟ وعد سيدنا بس. أي ساعة بتبلش الصبح؟ من الفجر شغالين، قبل الفجر موجودين وشغالين. يلا هات شوف الطبخة شو فيها. الدقة والزيت والشطة والكمون والزيت والطحينة، حاجات حلوة كده هتفتح النفس كده. هيدا خلطة الفول المصري، ده الفرد المصري اللي بنسميه الفول الدمياطي. فول الدمياطي. امبرسيف ها؟ سوبر امبرسيف، عن جد امبرسيف. يعني شايف ايش بحياتي بس مثل هيك مش شايف. لا انا مش شايف. انت مش شايف؟ لا امبرسيف. الاجواء، العشقة، الخلطة، السرعة. واو. اميزنج اميزنج اميزنج. امبرست، عن جد امبرست. بس مش هو. هناك كمان مش طبيعي. كل شيء مش طبيعي. لوفينج. طعمية كفتة، عنا فلافل، عنا البتنجان والسلطة والفرايز والبيض مع الفول وفيه مزيد كتير. Very, very nice. حبيت الفكرة. في غنى بالأكل، في طعمية بالأكل، في عجقة بالأكل. حبيت الفكرة. وصلنا على محل اسمه الريان. ريان صار له كتير زمان فاتح، وكمان عنده فول وحمص مثل كل المحلات. رح نعمل فول مع شوية فلفل، زيت زيتون وحامض، وطلبنا منه يعملنا بيض، بيض مسلوق. حتى نشوف كيف بسرعة. احنا بنفتح من الساعة 4 لحد الساعة 9 بالليل، وبنفضل شغالين يعني لحد الساعة 9 بالليل، وبعد كده بنقفل من الساعة 4 الفجر لـ 9 بالليل. عندنا صحن فول، صحن فول مع بصلة، خبزة طرية اليوم، خبزة طرية. عندهم شيء لفت لي نظري كثير هو الحامضة، حامضة القلبة. قديش حلو الحامضة. سترس صغار كثير مهضومين، وبتلفون هيك وبتجي بعينكم. بتجي بعينك. بتفول. ها؟ طيب. ها؟ نقضي على الطاولة. يلا. ومن كافة. نصور هون؟ يا. هون. جود. يلا بعد ما عرفكن عليه. عرفكن عليك. امتى؟ انا محمود ابراهيم. مدير انتاج في مصر. والاستاذ انطون شرفني جدا. اوكي عمل دعايه لحاله، بدكم مدير انتاج. هو خلصت. لا عم يحتم فينا وتحت حلوه، لكن وصلنا على محل فول اللي بعده. الفيوم. ريحه الدجاج بالشارع، ريحه الشوي بالشارع بتفتح القبليه، وانا اللي ما عم شم كثير. رح نشوف كيف بيعملوا الطعميه. صحن فول، المكنه تبع الطعميه جوا ريدي، الاجواء كثير حلوه، النار بلشت تذهب. اند وي ار ريدي تو ايت. ده زيت حار، زيت كتان ذرة، توابل شطة، ملح، كمون، ده ليمون بالثوم، فلفل، بصل. لا
لكن هذا هو الصحن مثل ما شايفين، فيه فول وحامض وكمون وبهارات وخبزة العادية والفولات المطبوخين ساعات. وصلنا هلا مطعم الشروق يلي كمان فيه عجقة وبيعمل فول وحمص وناس واقفة بالصف وعجقة وكل الأخبار مظبوط. وعنده قعدة غير شكل. نعمل ساندويتش فول. شو بتحط فيه؟ فول بس؟ ساندويتش فول زيت وطحينة و ليتس جو. لكن رحنا هريبة، ممنوع نصور، فتنا لجوا تخبينا، تخبيت تحت الساندويشة، ركضت فوق الصحن واخدت معي هول الكياس يلي رح نروح نكلهم شي محل تاني. ناخد شوية بتكلم عشية بالوتيل؟ ايه قلت لك ايه من هيك مشان الاخر بيجي لعندك، قلت لك ايه من عباب الاوضة. انا قلت لك بدي ساندويش. بدك ساندويش؟ بدي ساندويش. وانا عندي ساندويش في شيء كثير عجبني حسيته انه هيدا عبالي راسي. هيدا الساندويش الحرزين يلي هو ساندويش البطاطس البانيه، شكله حلو مندوق. لك الخبزه طريه كثير وغني و غني غني منيح. Very good street food عن جد. الخبزة عظيمة، هلا تشت شوي هون بس بيعبي الراس يعني اللي عم لاحظه. بليز صار وقت انت تحكي لانه يعني ما خليتك تحكي من وقت ما بلشنا. اللي حسيته في نفس، في طعمة، في احساس، في flavors، في inspiration جاية من البحر المتوسط. نايس طعم. بنبلش اخبركم هلا وصلنا على ريستوران اسمه البغل، من بعد ما رحنا عند الجحش هلا بنوصل عند البغل. بس شكله مهضوم وكمان عنده بطاطس وعنده فول بالقدري وانا جوعان وعم بالي كشول من كل. ليتس جو. يلا بابا غنوش وفول ومسقعه سندوتشات ولا طلبات؟ انا ما فيني اكل توم. توم طيب ماشي معكم ونشوف. هيدا الطعمية إلا ما كان عم شوفها وين ما كان من وقت ما بلشنا الصبح. تمشي قديش وقت بدها تضلها تلف معك؟ نخرج كله مع بعض يعني بدها تاخذ لها ربع ساعة تلت ساعة قبل ما كله يتفرم مع بعض. فول على الحل بس. ليرنينج ليرنينج ليرنينج، قديش عم تعلم أشياء جديدة. والفول شغلة كثير مهمة وإلها محل كثير مهم. أول شيء الفول بتعمل هي الطعمية. شفنا الفلافل بسوريا وبالأردن معمولين بس من حمص، وحتى بالإمارات. بلبنان الفول والحمص مع بعضهم، وهلا هون عم نشتغل على موضوع الفول على الحل. وهالطعمية المكنة الحديد اللي بتشتغل 15 دقيقة وما حدا من عنده مشغل يخبرنا الريسيبي وما حدا بيقلنا سر المهنة وكلهم مثل ما هن. اللي عم حبه واللي عم بكتشفه باخر نهار بعد ما اول نهار من 7 ايام انه النفس هو ذاته، الفيل هو ذاته، النو هاو عظيم، الاجواء ذاتها، الطعمات، الالوان الخضراء، الحامض، الزيت، البهارات. اكسلنت فيرست داي، كثير كثير انبسطنا بكل الاكتشافات. اخر وقفه فول، هلا صار وقت شوي سياحه. شو بشتري لك؟ كنافه عشمليه قشطاليه ورد كرواسون على حليب. ما بدي على شوكولا مضيف. حيالله شيء حيالله شيء حيالله شيء. انت عرفت وصلنا على محل اسمه على شارع 26 يوليو. ما كتير بيهمه الموضوع. 26 يوليو اسمه الشارع. ليه مش 27؟ لانه 26 ما بعرف. لا بس تعرف ليه؟ جوجل اسمه 26 يوليو. يمكن عيد الاستقلال. على نبضك رح نوصل بعد 3 ايام. يلا جو. كمان. وسط بلدي احنا هنا، وسط البلد كشري مؤمن وبحر. المحل هنا بقاله اكتر من حوالي 100 سنه. كشري وبوحه دوت يعني مؤسسين مصر بحاله قديم.
خلصنا صحن الكشري غير شكل توني تغير شوي على درسك وما ناكل بس فول وحمص. جبت لك صحن اكيد اذا جاي على مصر وما اكلت كشري يعني كانك ما عملت شيء بحياتك يعني. ايه يلا عدس باستا رز صوص. شو هالاكل العظيمه؟ شو هالاكل العظيمه؟ ستريت فود سيمبل ما فيها شيء. اوه ضيفني روح قد حبيتها ها؟ روح كويت. طيب برجع لك بعد شوي. حبيب واحد هذا اكسلنت. شو هالاكل العظيمة؟ فيري سيمبل وسوبر طيبة وما بدها شيء وانجريدينتس ولا هي من هيك. اي لاف ات. واحدة لأمي واحدة بس. اوكي نرجع على الشعب المصري. الجو كتير حلو، الطرقات، الستريت فود ماركت، الفارمرز ماركت، الاجواء، المحلات، الزمامير، الطرقات، السيارات، العالم القطع، واهم حلو ما عنده كورونا. هن يعني في العالم ومصر. ايوه ما عنده كورونا. الماسك ما وصل لهم. في مناطق ما فيها ماسك. في مناطق بتأجر الماسك. وفي ناس ما بتعترف بشيء اسمه كورونا من الاساس. بس احنا عم ننتبه كثير. ايه طبعا طبعا كثير كثير كثير. شو لك يعني؟ ما عم نغلط ابدا. جريت نهار طويل كثير حلو. انا بسط. انا بسط. عظيم. انشحطنا من محلين ثلاثة بس ما شفنا. ايه بس ما شفنا. في عندهم مشكل مع الكاميرا، الكاميرا ايه. هي شيء كثير بخوف. بخوف بخوف ايه. مين سلاح؟ ما بعرف. طيب اول نهار وهيك 6 مور دايز، 6 ايام بعد. هلا قطع اشياء كمان بس هلا على السرعه ما فاتت، بكره بصير تفوق له شوي شوي. طيب نحن بعد رح نسهر سهره شي ساعه. بنسولف؟ يلا خير. ما نسولف. جود نايت يو تومورو. يلا جود مورنينج. من وقت استراليا وما رجعت حملت هيدي الحمل اللي بتوجع الايد وبتعلي العضلات. بس يلا هيدي السفره رح تكون هيك، رح نتسلى رح ننبسط. توني وراي ما بعرف شو عم يعمل. نحن قلعنا داي 2 ان كايرو. امبارح كان رائع. شعب اخوت، الاجواء، بوزيتيفيتي، المود، الاكل، ما في شيء اكلته مش طيب. كل شيء العجقة، الضوء بالليل، الكشري، الفول، الطعمية، ما بعرف شو بدي أخبركم. بدي لكم أنه سفرة ولا أروع من هيك. Day 2 Discoveries وبعدنا بالأول، بعد ما فرجيناه كل شيء. كمان هربنا من المخابرات. ايه مزبوط. أنا ما أخبرهم كل التفاصيل وهيك. هربنا من المخابرات وهربنا من كوفيد. هيداك ما هربنا منه. هيداك هيداك بعدنا عم نزبط منه. زعفلنا. ايه بعدنا هيك. يلا عم تمشى على النيل، عم تمشى على الطريق، على التروتوار، وشفنا كم نوع طاولة، كم نوع ترابيزة على التروتوار على ال على الرصيف. لذيذة جبنا تروية، عملنا التروية خلاص. ايه شو بدي عملنا؟ شو بدك تعملنا؟ كم نوع؟ كم نوع تفضل؟ كتير. شو لاحظت؟ لاحظت شغلة انت كتير مهمة، انه كله عايش على البركة هون. يعني زلمة عنده محل بعيد عنا تقريبا 100 متر، بيجي بحط طاولة بعيدة عنه 100 متر بيتركها على الطريق، ما حدا بيسرق له اياها وبقعد يزبون فيها. في شيء جندي اسمه جندي المجهول بمصر. ايه شو هو؟ مين هو؟ هيدا الباذنجان. شيء كثير طيب. كله عنده اياه. ما حدا بجيب سيرته، كله بيقول لك فول وطعمية. ما بعرف ليش باذنجان ما بجيبه سيرته. يلا جو. بس بيعطوك ايه؟ انا بدي اكل هالفول اللي كله صوص، اللي فيه طحينه اكيد، فيه زيت بسموه زيت حار. حار مش يعني مش يعني بحرحر، يعني مش يعني تشيلي هوت هوت، حار يعني سخن سخن. بتفوت عن جد بتفوت. تيكون في تيكون في نشاط لنهار ونقلع. شو نعمل هلا؟ ناكل فول. ايه اوه
ما بدنا نسولف كثير، شوي شوي. هيدي مصر اللي عم بالي اكتشفها، البيوت القديمة، الحيطان، البواب القديمة، سنين 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 تاريخ وحضارة ما حدا ندق فيها. كيف صرنا هون ما بعرف، يا ريت فينا امشي بكل الشوارع الضيقة، مش محل ما السواح بتروح. مطعم هنا من أقدم المطاعم الموجودة في مصر قريبا. الفول المصري معانا بالزيت الحار والليمون والشطة والكمون، ليه طعم وتست مختلف خالص عن الفول اللي مضاف عليه الحمص ومضاف عليه الإضافات الأخرى غير الفول المصري. الست عم تشتغل هي وابنها، الشارع ضيق، السيارة عم توصل عليه، تقليدي قديم فاميلي بزنس، بتطعميكم مثل ما هي بتاكل بالبيت وبتحسوا نفس الست نفس الام. فوليت ممعوصين على القد. طيب عربية مثل ما هي على الطريق، عربية ستريت فود عادي اللي بيبيعوا كعك عنا بلبنان، عربية مثل ما هي. كنت مفكر بيبيع فول برود بينز الفول الأخضر العادي، طلع لا بيعمل العدة كلها، بيتع كله فول من جوا. الحمد لله على سلامتكم الأول، منورينا والله في مصر والله. من 92 ووقف هنا، فده بسم الله ما شاء الله أحسن فولت على مصر القديمة. بدنا ناكل، تعال يلا يلا حبيبي. ألف صحة مع بعض احنا يلا. هو الدور، هو الفايب، هو الفكرة، هو هالعربية اللي مثل عربية الكعك، مثل عربية الخضرة، هي هالعربية اللي صلمها هون من 94، هي الطاولة الوحدة اللي بيوقفوا بالدور. نطرنا اللي قبلنا فلو ما كان عم يرد علي، ما بده ياني اكل وين ما كان، تفلو نظف كفينا وراهم وبيشتغل بيضحك هو وخيه وصحن الفول والطحينة والخلطات والخبز الطاري والكبسات والعربية الزهر والعربية الزهر. قصة شغلة كتير كبيرة، شغلة عن جد كتير مهمة. يلا حضر اللقمة يلا ومنختص يلا جو. الفول مطبوخ منيح بيخلط طحينه كتير معه، بتصير شويه مثل الحمص بطحينه، فول بطحينه، amazing spices balance texture. I enjoyed it. غير السيت اب، تخيل اخذت شيء هيك حطيتك محل ثاني، كنبايه، مكتب مرتب، برود الاي سي، ماسكات، الكل لابس، نحن شو رح نعمل بس هلا بنصور، تي في، كله ديفرنت سيت اب، كله في عليك كنترول. صح مش هلا صرنا مظبوط، هلا صرنا ايزستان مظبوط. انا كنت عامل لك سربريز من بعد ما مشينا على الطريق، من بعد ما فتت على ستريت فود، من بعد ما شفنا الفول. وانت ما تفكر انه الفول بس هونيك، في فول هاي اند، في فول فيكن تاكلوه بالبيت وكواليتي، في فول فيكن تاكلوه انتو تفتحوه يكون مظبوط مطبوخ 16 ساعة بس قاطع بأعلى أعلى أعلى سلامة الغذاء. رح نفوت على المعمل تبع أمريكانو كاليفورنيا جوز. أكثر من 25 سنة خبرة اكسبرتيز، ساعات أكثر من 12 ساعة طبخ تيطلع لكم زيت 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 الطعمة، ايزو ستاندرد سيرتيفيكيشنز، سوبر دوبر كلين، ومثل ما شايفين ما في مزحة قبل ما نفوت. مصنع أمريكانا مصر بيغطي أكتر من 50% من السوق المحلي بتاع مصر، ده غير التصدير ليوروب والشرق الأوسط. ودلوقتي هنشوف بقى المصنع جوه ونشوف الكاباسيتيز عندنا عاملة إيه والبروسيس عامل إيه. بروسيس from start to end بيبلش مثل ما تعودنا من العلبة، من بعد العلبة بتطهر وبيتعبى فيها الفول لحديث ما نوصل على الباكجينج والبراندينج. اول مراحل بقى البروسيسنج هيبقى البينز فيدنج
وبعدين البينز انسبكشن، وبعدين هننقع هنا ديبند على التايب بتاع البينز من 4 اورز تو 12 اورز. هنا منطقه النقع عند التنكات زي ما احنا شايفين، دي تنكات المحلول. بعد ما عملنا السيمي كوكينج هنعمل فيلنج للعلبه بالبينز نفسها وبالمحلول في المرحله دي. بيوتيفل بروسيس. وهون وصلنا على كواليتي لاب، وتعلمت شغله اليوم. حتى لو صرت بارم على 3 4 معامل، انه ما في شيء بيروح على السوق الا ما ينطر 5 ايام. هالخمس ايام ترتاح، بيتاكدوا انه كل شيء مزبوط، بيتاكدوا انه ما في مايكروبز، بيتاكدوا انه ولا كان عم تتنفس ابد قبل ما ينحط لها براندنج وتقلع. تعلمنا اشياء كثير، بس بعيد برقاصه رقاصه رقاصه خذ عفو عم تنزل بالحسره. اوكي توني، وي ديد ات، وي ديد ات، وي ديد ات. اوكي رجع بالاخر بعد 35 دقيقه رجعنا فتنا عم تخبر قصص مثل ما هي. بس كان سكر، بحس حالك كون انسان بحس حاله برغشه قدامهم. بتقولوا كيف من 2000 3000 4000 من سنين كيف عمروا؟ مش معقول. نحن هلا اذا بدنا نحمل بحصه بتقول اخ ظهري، وبتاخذ لك حبتين ميسيرول. انا جيت اشوفه، تعال جيت اشوفه، نظره ابتسامه، فما معي طفل قائل تعبت. التاريخ بيعلم الانسان يرجع يتذكر هو مين. التاريخ بيعلم الانسان انه الاشياء اللي ضاينت هالقد لازم يتركها بعد لاولادنا. التاريخ بيعلم الانسان التواضع، ونحن ماشي قدام عظمه التاريخ. شو بنطلع؟ لا انا اتسلو. وصلنا هلا على منطقة كثير 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 شعبية، طلبنا من محمود بخدمة تنعمل سياحة شعبية سميتها. ما بدي بقى زفت، ما بقى بدي محلات، محل ما السيارات تقطع، بدي محلات، محل مبدئيا ولا كاميرا فيها تقطع. على الطريقة التقليدية القديمة. صح ونحن قدها، يلا عم نمشي بشوارع مصر القديمة قديمة. And I'm loving it. نلحق الريحة ونوصل شي محل. يلا. بلبنان نحن مع بعضينا الفول على الطريق هو فول التلاوي مع حامض. هون بمصر العكس. هيداك مش موجود، وموجود هيدا على الطريق. شو عم تعمل؟ ايه؟ ازاي بكام؟ والله من غير فلوس يا باشا. ايه؟ والله من غير فلوس. احنا دلوقتي في منطقه الحسري. اوكي. هنا بيعيش اكتريه الناس اللي بيلجأوا لمصر، اللي هم الشعب السوري. أوكي. بيجي يعيشوا في المنطقه ديت. المنطقه ديت مشهوره بالملابس، بالاكل، بالفسح. اكتريه المحلات اللي هنا 90% بتاعتهم في شاورما دجاج. اسم الله 30 كيلو هنا. كتير جدا. هنا برضو في مكان اسمه روستو بتاع فراخ. محل مهضوم جدا، مطعم حلو جدا، شهر جدا في مصر، بقى ليه 4 فروع دلوقتي. عشقة زحمة فاتحة على منطقة كتير سياحية، كمان خوف من الكاميرا وما بعرف شو، ففكفكنا شوي الميكرويات إذا ما عم تسمعوني كتير، ونفوت نفرجيكم الأجواء الليلية والعشقة والطشة والألوان بالقاهرة القديمة. رائع. ونحن يمكن محظوظين انه في ناس بده نهار، كل محل بده ساعه، كل تفصيل، وبده طياره ترجع تحمل الاغراض اللي الواحد بيستحليهم، لانه مش معقول شو حلو، مش مسموح. هيدي اول مره بقول في عرواق، اجمالا بكون سياحه وعشقه وناس، هلا كول عم ناخذ وقتنا. اقول لك في فول هون؟ فول؟ شو فول؟ فول؟ زين الفول هون؟
فول. لا هلا ما شفنا بعد. كله ذهب ذهب. مدينة رائعة من الألوان للعالم للأجواء. So vibrant, so positive. ضلني صور من هذا 3 أيام وبعتقد رح نعمل مش بس فيديو واحد عن فول، رح نعمل فيديو عن السوق القديم. مع الكورونا الموجودة بالعالم مصر فيها بعد عالم، فيها سياحة. المصري عم بيسوي حاله بحاله. هو العين اليوم بالهرم، هو موجود بالأسواق الشعبية، هو موجود بالمكان. برافو عليك. ما بدك تشتري شيء؟ نجيب دربكة للطيارة. دربكة للطيارة؟ للبوسطة يعني؟ ايه البوسطة، بوسطة هاي اللي بتطير. الفكرة جيدة. فين فتش؟ يعني نحن مش حيزين آخر صف. عندك عود؟ ايه؟ لو في عود كنا أخذنا عود. شو عم تعمل صديق؟ بعد الساعة 4؟ رايحين على الصيد. رايح على الصيد؟ ايه. حمام، صفير، شو؟ فول. نتسجد، اليوم نتسجد فول. اها. رايحين على وكره. اوه. يعني من وين بيطلعوا بيطيروا فيروحوا على الأسواق. اوكي. يعني بيطيروا هونيك. نوت باد، نوت باد. امبارح كان نهار بيعقد، خلصنا بالسوق، كانت الأجواء رائعة. بتجنن. النهار تاريخي. ايه. واليوم ثيرد داي، ثالث نهار بالقاهرة ببلش من وكر الفول. طمني. ايه. الفرد البلاستيك وين؟ تركناه بالسيارة. لا، كان لازم ننزله معنا حماية. أولك؟ ايه نحن وين؟ نرجع؟ لازم ننتبه. والعضلات تبعولنا شو؟ ما فكرت، ما حدا بيسترجع اساسا. بروسلي بحياته ما حمل سلاح. كثير حائد. أخذنا فكرة عامة عن المكانات تبع الفول وين بتصير، مكانات الطعمية وين بتتصنع وين بتتصنع، البسطات المدهونة زهر وأحمر وين بتنعمل، كلهم بهيديك الحارة. كيف بيرجعوا بيوصلوا لهونيك؟ ما بعرف. خلص ما تصعد. روق نرجع على الاوتيل. بس تعطيني الاوبشن كله معلم. الكل نايم. اوكي. الشفيه نايمين. اوكي. بنغزل المطابخ. اوكي. بنفوت بنفتح كل علب الفول. بنشوف كل الكيس. وهلا وحدنا فينا نعمل سبا بالطنجرة، مش بس ناكل فول. يلا نعم. يلا ان ماشي بس يلا. قبل ايه راح نجرب نعمل برمي بهالشوارع النايمة نهار الجمعة، ما حدا راح يوقع بالساعة 8. راح نجرب اذا بنلاقي محل فول هيك بناكل لقمة سخنة وبنرجع نتسبح بالطنجرة. انا بكره. شو المثل؟ Ask the universe. ايه؟ Positivity. ايوه. ما بتطربق الدنيا قدامك وما بتسكر. ابدا. بتمشي والدنيا بتفتح. طبعا. والساعة 5 الصبح رح نشوف شروق الضوء بمحل فول على الساعة 5:30 بمحل ما بعرف وين. خبرني وين بدك تبعتها؟ شو بدك تاكل اليوم؟ يعني زي ما انت بتحب تاكل ايه؟ فول. أكلك فول هناك. On conventional Cairo، محل ما كتير ناس ما فاتت، محل ما بعتقد الكاميرا ما فاتت كتير، مش المحلات السياحية بشوفوها دايما بفلومة، شوارع غير يلي منشوفه. كتير مبسوط، عم بتعرف على الشعب، عم بتعرف على الناس، عم فوت بالتفاصيل تبع الكولتشر and I'm very enjoying it. من بعد كل قطع الطريق بمصر بنكتب لكم عمر جديد.
فنحن هلا ناس جديد من ورا هالقطعه. كانت اكسبيرينس جيده. انا عجبني، انبسطنا. ايه وهلا صار وقت نوصل على محل تاني. بتعرف شو بدك على مصر؟ ايه وين بدك تفيك تفتح؟ صح، تحت الشجره، تحت الدرج، في كميه عالم. ايه نحن بنعتذر منكم انه ما بنعرف العناوين مزبوط، كل واحد موجود على جوجل مابس، عم نزيدوا على جوجل مابس باي منطقه باي شارع باي بنايه، عن جد ما بنعرف. بدكم اكيد حدا يكون معكم او مرشد او درايفر. بس عم نتسلم. ايه طبعا فينا نضل نبرم محل الفول من هلا لثلاث ايام لقدام. زيت الطعم عكس يمكن لبنان، عكس الاردن، عكس الامارات، الطعمة 99% زيت. هي زيت عم تفرق المحبة والاستقبال، الحنان والاستقبال، نظافة وصور وما تصور وفل وما تفل وبلحقك وطاعه. يعني هل تعمل ستريس للمعدة هيك؟ مرمون كل واحد فيه مرمون. وبيضا حلت شوية حامة بزيادة، شوية ملح زيادة، هيدا كله بيصلح. كله هذا كله بيصلح، المهم تشوفي حنان محبة وبسمة ويا هذا. كم سنة صار لكم تشتغلوا؟ لا دلينا سنين بقى هنا. 30 سنة. 30 سنة. 10 سنين. انت عمرك 30. 30. 30 انت عمرك كله 30. بدكم قاعدة تقليدية تحت الشجرة، بتحسوا حالكم بالضيعة. ايه موجودة بالقاهرة. هون في محل اسمه ام عطية. مش ام عطية، عجقة الناس فوق بعض، الخبز، العالم اللي فيت اللي ظاهر، الساندويشات ما بيعملهم وحدة وحدة، بيعملهم طنجرة طنجرة وبيخلطهم، بحط لهم كل العدة. وهلأ وصل الخبز السخن، منبلش بصحن فول. تقليدية على الطريقة المصرية مثل ما الشعب بياكل، ولا ألذ من هيك. معلم سندويتشين فول، وكل سندويتش يحط فيه بيضة وصحن سلطة كمان. لكن طلبنا الساندويتش فول، بياخد الفول مثل ما شفتوا، عنده هيدا الطنجرة تبعه بحط فيها الفوليت بيخلطهم، طلبنا فيهم بيضة قصقص فيها بيضة على السريع مثل كأنك عم كأنه عم بيقصقص موزة. بيسألكم إذا الخبزة شامية أو خبزة بلدية، منلف الساندويشة. لا أهم شيء، أهم شيء نعم لازم يكون طيب. أكيد. ليه؟ أول شيء يونس، اسمه يونس، زلمة طيب مهضوم، لازم معاش يطلع طيب. خبزة البيض والفول مع بعضهم روعة. طيب very moist. خبزة خبزة بتعقل، والفولات كتير مطبخين منيح، البيضة مسلوقة مثل ما لازم، والبهارات مزبوط. وهيدا زيت الحار اللي عم تشفه أكتر وأكتر، يلي برجع بذكر المرة الألف منه حار، يعني حار يعني هوت، لا يعني شيء سبيشل. هون اسمه زيت الحار اللي هو معمول من الكتان، بز الكتان. كيف كيف بس هيدا حار، هيدا حار 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 حار. صار لك 45 سنة بتشتغل هلا قوي. قديش الجو حلو، قديش الأجواء حلوة، بالتقاليد كل شوارع كل واحد بيجي معه صحنه بيعبي صحنه. يكبر قلبك، صار له 45 سنة عم بيشتغل، الناس فوق بعض ورا بعض ماشيين. يا شو حلو، شو بدي أخبركم قديش حلو، بتفوتوا بقلب الكولتشر، بعروق على الكولتشر، على قول التوني قطعنا العروق صنع والعظام. وكيف الناس كلها عم تشتغل وكيف كلها بتتروق وبتجي وبتحكي نهار الجمعة. بيوتيفل اميزنج. قطعت وحدة حطت له مصاري جوا، ظهرت اعطيها ورقه عمل لها اياها ابوه، ظهرت على الفلافل برا، صارت تشيل طعميه وتحط، لا هي عرفت قد عبت ولا هو عرف شو عطيها، وحملت الاغراض وراحت اخذت الترويه لعائلتها. شيء كثير حلو. نحن وفيتين على الاوتيل
والجيش بيسأل وين كنتوا؟ شو عم تصوروا؟ انتوا سواح او انتوا تلفزيون؟ ومنفوت مشي على الاوتيل تنكفي مش نفولة ما في شي بيوقفنا. Yes, this is real life in action. تنغير شوي وعودناكم، ساعة الواحد بيقول نهار الجمعة بالبيت العربية يعني it's brunch time والبرانش كتير أساسي، فرح نعمل هيك a quick brunch بالريتس قبل ما نرجع نكفي اكتشافاتنا. مش نفول بتكفي نهار كان رائع من 3 الصبح برانش من بعد ما شفنا الجولد كابوتشينو اللي هو السيجنتشر تبع الريتس وبعدين منكفي. I worked at the Ritz-Carlton Cairo. Okay, and today for you I've made a millefeuille with full. Dark muffin, chocolate. حطينا فيه الفول ودخلناه الفرن، وبعد ما طلع من الفرن حطينا له الباستري كريم وبرده متطعم بطعم الفول، وحطينا له الفول سلايز من فوق مع التلميع بتاعه. ده ده السويس رول برده، الفول دخل الفرن بيه ولما طلع خد جليس على البارد، وحطينا له الفول السلايز بتاعه. ده نفس الموضوع، ده شراون بس ما دخلش الفرن بالفول بتاعه، بعد ما طلع خد الجليس وخد الباستري كريم. صار لي من وقت ما بلشت بقول طب مين في ياخدها لمحل تاني؟ كيف فينا نفكر بشيء اوت اوف ذا بوكس؟ طب صح نفول كلنا بناكل وصار له اكثر من 6000 سنه بعتقد، بس فول جاتو، فول ببيستي، فول بكرواسون، مين قال انه الكرواسون لازم يكون بس زعتر؟ مين قال انه الجاتو ما فينا نستعمله فول؟ هذا الشيء اللي كثير مهم اللي بيستعمل وين ما كان، صار في فول تشيبس، ليش ما نحطه بالجاتو؟ والشفيه هون بالاوتيل عن جد تحدى حالهم، من الشكل للتفاصيل لكل شغله فيها فول من فوق لتحت، للديكور للالوان الخضراء. فعلا الشيء بفرفح القلب. بيكون بكل سفره في شيء سبيسيال، بيكون بكل سفره في اختراعات غريبه عجيبه، رح تعملوا لاول مره معنا فول على النيل. الشخطوره كلها لنا ظهرت، ورح تعمل روحه رجعه وتشوفوا اجواء كتير حلوه، وتوني رح يتحدى حاله مع الموج العالي اللي علوه 3 امتار يعملنا فول من ايديه، ونسمع صوت الحصان، صوت الحصان اللي عم يبرم من لبنان على الاردن وهلا وصل على القاهره. رح نعمله بشوي المكان، رح نعمله هون على الميت. جيب معي خراطيشي وسلاحي. فوليت وين؟ عم نسخنه. اها وين؟ على الطاقة الشمسية. واو الفوليت عم بيتسخنوا as we speak. هلا بعد شوي على قوة الشمس رح يبلشوا يغلوا ومنبلش الخلطة. يلا الفوليت سخنوا. أيوة. خمروا نص ساعة. ايوه نحن ريدي نبلش طبخ. بلش طبخ. طبعا الفول بده ثوم وملح، بس ما انه عندكم هون ما فينا نحط له ثوم، نحط ملح بس. اوكي الفوليت ما تسخنوا ابدا ابدا ابدا، فتحت العلبة هلا نحطه حامض زيت شوية ملح وبطل. يا توني شو هالنفس، شو هالاحساس، سوبر طيبين. طب عندي ورق عنب وبسلة وملوخية خضراء وملوخية ناشفة ورز وسلطة وجوطة مخللة، طماطم مخللة وطماطم مخلل بدنجان. ده ورق عنب تسبك له الطماطم وبصلة، وبعد كده حط له الخضرة والرز ولف ورق عنب بعد ما اسلقه. دي ملوخية ناشفة، دي يعني تنشف ونهرقها في المصفى ونهزها كده ونطشها ونحط لها يعني الطشه بتاعتها التوم. دي ملوخيه خضراء بالورق بتاعها نقرطف ونغسله وننشئ ونطريه شويه، وبعد كده نخرط بالمخرطه ونعمله بفوق الشوربه. فراخ محمره ولحمه محمره. عم
بحب كثير باكلاتك في حامض في 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 طعمه قويه كثير طيبه كثير حلوه. ده طعمه حلو يعني؟ كثير حلو. ها بعد بالهنا والشيف. هايلايت اوف ذا داي بشوارع يعني ما بعتقد ولا سائح بحياته في يطلع هون. شيء كثير حلو رائع. وصلنا عند ست بيت هي وعائلتها ببيت قديم واكلنا اكل تقليدي لوكل مثل ما الحياه اليوميه بتصير. في ناس تيجي على لبنان وبتفكر انه عم ناكل مازه بالبيت كل يوم. زيت شيء هون الناس ما بتاكل فول وطعميه كل يوم بالبيت. كيف بيعيشوا كيف بياكلوا على الارض the whole tradition highlight of the trip يمكن. متحف هيدا الاوتيل متحف اخر نهار بالقاهره قبل ما نترك من هون ونطلع على اسكندريه تنشوف الفرق بالفول بين القاهره واسكندريه هالمدينه اللي ما بينزهق منها. واحد بيقول بالقاهره مثل واحد عم بيقول للثاني انا بلبنان شو رايك نشوف بعضنا بيكون هو بطرابلس وصاحبه بسور. القاهره شغله كتير كبيره بدها ساعتين من محل لمحل فيها اكتشافات فيها حضارات فيها غلا وفيها فقر فيها غنى وفيها اشياء كمان ستريت فود قديمه فيها تقاليد فيها مش معقول. ما بعرف شو بدي احكي عن القاهرة اللي مغروم فيها قد ما بدكم قولوا. مشوار الفول مش الفول بتكفي ونحن اليوم نهار السبت رح نبلش على بكره مش بس ستريت فود بس رح نطلع نقز شوي اوف سكيل ليفل مطاعم وكيف هالترويقه العريقه الكتير مهمه يلي 100 مليون شخص بعيش عليها بيتصرفوا فيها. مش الفول قاهرة ابيزود 1 لانه ما رح تكون اخر مره ببلش هلا. كيف نبلش نهار نسولف؟ ايه بس مش معه. صار عندك حدا تاني تسولف معه؟ عفوا ما القصه مش هيك، القصه دهيم الاخ بعد ما وقع نسولف معه ليك ملك عرفت عليه. ايه نسولف ايه والله بنهرب. قصر الامير سعيد حليم حفيد محمد علي. صار له القصر مهجور 200 سنة؟ لا قصر بقى مبني بقى له 200 سنة. أنا دلوقتي بقالي بالظبط 42 سنة بشتغل بياع فول في مصر. أنا دلوقتي الحمد لله أشهر بائع فول على السوشيال ميديا في العالم. أنا على لبنان بنحط زيتون وحامض وملح وزيت. احنا عندنا في مصر بنقول ايه. كل طاجن وليه طعم. ايوه طاولة غنية ايه والزلمة حبوب بجنة هيك انه هي اول مرة بمصر بمصر بتشوف اختراعات بالفول. في عنا اكثر من 10 صحون 8 منهم فيهم سمنة ايه عنا شغلي اول مره بتوقف مصر القنبله هيدي القنبله القنبله فيها كل انواع الخضره بطاطا وعنا جوا او جبنه او بصل يعني شوي مثل الارانشيني الايطاليانيه اللي معموله من الرز. اسم الله عليه العجقه فاتت العجقه ظاهره الناس هون موجودين كله مبسوط وبيجي بيسال عن الحرامي اللي حاطط صوره على التلفزيونات وما في بلوجر بالعالم ما اجى لعنده. يه الحرامي بنفسه حبيبي يا حرامي هيا لأخذ حبيبي تاخذ مني دي يا حرامي. لازم تخبر انه نحن اتخن 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 محل فول حطينا فيه 50 هون 50 جنيه ايه هون دفعنا 850 جنيه. يا هيك اكل يا ولد بحب الكشري كثير 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 بحط له الصوص اللازمه سخنه 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 بحب الحمص كيف بيعملوه بحب الباستا كيف بيعملوها بحب الرزات كيف بيعملوها
حتى البصل مقلي 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 لدرجه ما بقي شيء منه. مش معقول الخلطه قد ايه مهمه. خبر بعد فول بالليمون المعصفر وفول اسكندراني وطعمية بالباذنجان وكشري. لف 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 شديد تذكرون؟ آخر الله عن جد طفولي. هلأ لما سافرتنا ثلاثة هون ثلاثة هون واحدة إلك واحدة إلك. كاك لحق لحق كاك. هيك الكيس قديش حلو اوف سكيل باكجينج. جيت على جربت زوها بال 2017 صار قاطع تقريبا 3 سنين ونص وبتذكر بوقتها سميته البريتا مونجي تبع كل شيء له علاقه اكل مصري يعني الاوف سكيل هاي اند. نفوت طلبنا نوعين بعد بهاراته مظبوطين. ما في كل ما توقف على الطريق وتشوف هيك شيء، هالمنظر الرائع. عندنا اول ثاني ثالث رابع جره كل وحده اكبر من الثانيه مغطيه وجاهزه انا تروح وتبلش والعالم فايته ضهره بعبيكم بكيس. كنا نسأل قديش الاسعار وشو الفرق بين وحده ووحده ويضحك ومبسوط وبيستقبل وشيء كثير كثير حلو. يلا رح نطلب منه صحن لإلي وصحن لتوني وندوق. يعني اذا بده واحد يركبها بتركب، اذا واحد جعان له بلانينج بده يعمل له بلانينج. وقديش في محلات قالوا لنا عنه العالم ومسجات على انستغرام وفيسبوك روحوا لهون وروحوا لهون وكلهم بميل ومحلات بتلتقوا فيهم على الطريق مثل هذا الشخص العظيم ميل تاني. خبزات جاهزين طازه الفولات بيركبوا لونهم اساسا رائع. كرم الزيت الحار الملح السبايسي وسخنين. حبة وقفتة الطعمين البهارات ما نكفي. هيدا مع طحينة قربوا شوفوا طلعوا كيف معمولين الحبة واختها مثل ما عم تقول يا توني. أو يعني شوية فول ما هوش فولود الفرق بكتن أو شوية فولي بيحب محمد كوتا واخد بالك على حق. هذا البلح شو بتعملوا فيه انتو؟ ايه؟ البلح ده بتعملوا فيه ايه؟ بتاكلوه؟ ما بنشربه يعني بناكله اه. الله انا معاك بس بهبي قوي. بتعرف شو اسمه بلح شو هيدا انتوني؟ شو قال لك بتبوظه شو هو؟ بلح تمصمص. تمصمص؟ ايه حطه بتمك بتقعد تبص تبص بدوب لوحده. اوكي. اوكي؟ خليه بتمك بدوب بلا اطيب. مش عمال يدقلكم بده يدوب لوحده بده ياخذ وقته ساعة ساعة وربع. هاي صوص الغراض طاولة كتير كتير غنية وكلهم عليهم ألومنيوم. انت بدك هيك؟ اي اي على قد على قد كوتوني يا ولد روح كل اكل يلا كيف قفشته؟ وين
هاي انت مثل الرادار يعني بتلقط سونار. قديش حلو الشعب الطيب رايق العايش على البركه ومبسوط وما تنعم من عنده اياه. تشتروا الكعكه، تنزلوا تشربوا الشايات، توصلوا عند عربيه الفول اللي بصف هون يمكن صار له سنين. عنده شخص بيساعده، الناس قاعده بتيجي تتناول تاكل لقمه وبترجع بتكفي المشوار. طيبين 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 والله طيبين 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 من القلب طيبين. طعمة الطريق، طعمة العالم، طعمة الشارع، 100 مليون شخص بياكل من هذا الشيء. طيبين. اوكي معنا وياك وياك انت شو مره بحياتك مروق على ظهر سياره بنص الشارع؟ لا والله طبعا عطشان. لا طبعا لا طبعا عطشان ها؟ طبعا عطشان حطوا مع بعض. يلا نوك على نطرك بالسيارة توني. الليلة رح أعمل لك بريك رح أعطيك فرصة ما رح تأكل فول. ليه؟ أنت عميك شاورما وبرجر وهيك الشيء يعني تما يقولوا أخدوا على مصر وطعمين على 7 أيام فول فقلت بغير عدرسك. Good idea. مش بضل رح نبعت تشالنج بدنا شاورما فول وبعدين منشوف بطلي شو ملاقي. Very juicy. الخبزة عظيمة تحميصتها قرشي شوي من برا مثل كأنكم عم تاكلوا كريب ومن جوا تايكو قديش محشية طلع قديش كريمة يامي. المنيو كتير كتير حلو كتير حلو. في اشياء بتشهي 4 لحمات مثل ما دايما بحبها تريبل. في واحد اسمه انيمال ستايل هيت اون كلوب. توني شاورما توب اولك البرجر رح يكون زيت شيء محل بشهي. أطيب شيء بهذا المحل الدايت بيبسي مش هيك حتى معي قد ما حبيته. أطيب أنت بيتك. إيه مظبوط. هلا من بعد ما أكلنا شاورما وبرجر وغيرنا شوي على درسنا وكنا على أساس بدنا ناخذ له بريك لتوني تفوت ينام بكير إجانا تليفون إنه يلي كان لازم نصور امبارح على الساعة 3 رح نروح على محل تاني قبل فاينلي إنه نصور بس فينا أقول لكم إنه ما فينا نخبركم وين ما رح نقول لكم وين ما رح لكم اسمه للزلمة behind the scenes مخبية انترونا انترونا فول هون كمان بنحط بلا ما ينقع بحطه ناشف من هونيك بيطلعوا مكونات فول عدس شوية رز شوية خبز معه شوية محسنات بيطلع خلصتها. قديش بدها طبخ كم ساعة؟ بين 7 و8 ساعات وكل واحد له قدرته. القدرة لصاحب الفول وهو بيجيب الفول تبعوله وهو بيقول شو بده يحط غراض فيها. عاوز جمل يحط له جمل ما عندهش مشكلة. باشا الفول ده احنا اتربينا عليه من صغرنا. الفول دوت اساسه اصلا كل واحد بيصحى فينا من النوم لازم ياكل فول. الفول دوت من غيره احنا ما نعرفش نعيش. الفول ده مكون من عدس ومن رز ومن بليله مكون من كل حاجه. الفول ده ما بيتنقعش. الفول دوت طازه عشان ده فول مصري اصيل مش اي حاجه. ان انت تتفرج على فول في اي حته الفول المصري معروف. الفول المصري ده هو اللي ربى المصريين كلها. كان نهار حلو كتير مثل كل هالايام باخر
خمسة ايام بالقاهره يلي اكيد برجع بقلكم للمره الالف رح ارجع زورها عن جديد مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. الشوارع، هالمباني القديمه، هالباب الحديد اللي فتنا من وراه، هالقصر، هالمدينه القديمه اللي كان لها باب. صرنا نعرف هلا الفول وين بنعمل، شو مكوناته، وكيف بيعيش 100 مليون شخص. مشوارنا بكفي، وهلا صار وقت نطلع اسكندريه، من القاهره على اسكندريه، وما قبلنا نطلع بالسياره، لازم نعيشكم الاجواء الاكسبيرينس مضبوطه، المناظر على الطريق. نحن وين طالعين هلا؟ على القطار. شو؟ كيف لقيت محلك؟ ليك شو رايك تعطيني اياهم كلهم بشحطكم وبروح لوحدي؟ طيب يلا انجوي. يلا البولر اكسبرس از اون. وصلنا لوين؟ على اليكس. يا يس الكسندريا. يا يا ردي؟ ايه ردي. شو بنعمل؟ هلا 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 هناك فول. اكزاكتلي. جيم مي فايف. يا انا اليكس 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 هير يو ار. بدي محل اثنينات ضروري. ايه؟ بدي اشتري لك هاي الجاكيت تبعيت ال First impression super كريمين. هل قد الصحن 12 12 شخص مينيموم؟ طلبنا اثنين قال. يلا خير يلا بديلك بديلك. ليش سبقتني؟ لانه تحمست، حسيته بيشتغل بطريقه كثير حلوه، بيشتغل بنفس حلو. طلعوا مثل البيوريه مثل الشوربه، فيها قمح واضح، الفولات مطبوخين مظبوط، في حار منيح. كل وبعرف شو ال القمحات اللي بسموهم بليله تحت اسنان. طيب بس ما قبل ان تتربى. ايوه مش اكلنا بالضحك. شو حلو الترتيب، شو حلو التنظيف، شو حلو شو حلو. بتتشحوا تشتروا، يعني عم بقول يا ريتني عايش هون وعندي بيت بس تاكل من هالسمكات. الالوان السدفه وحده حد الثانيه بيوتيفل بيوتيفل، واسم الله عندهم سمك منيح مع انه عندنا زيت البحر. يكلف كام؟ ده لما يخلص يكلف حوالي 4 مليون ونص 5 بمكنه كل حاجه. ينفع 3.5 مليون؟ ينفع 3.5 مليون. حلوين العربيات، وصلنا هلا على اسكندرية، اسكندرية صار الديزاين غير، الألوان حلوين، عربية فول، عندهم تركيبة بالفول مختلفة. رح ندوق ونشوف وبقلع نهار بحماس. انا بشعلك بالفول. انا بشعلك. يلا شو المكونات هون؟ شو بتحط؟ كمون وملح وطحينه وزيت ولبون. فول طيب بس ما له عليه قبل. احنا بنعرف خلطه القمح الموجوده معه بتعطيه طعم تاني، بتعطيه احساس تاني، بتعطيه
إيفكت شوربة غير طعمة على الكهرباء غير طعمة على الكهرباء بالمرة. العميك معنا مستوي طيب كلهم طيبين بس كل واحد كل واحد نفسه بيجي معهم جبنة وبيضة عمية وصحن البطاطس بطاطس مع الوقت مصر نفاية الترويقة أنا بدي أضرب نص بيضة هلا تملأ لي طبق صحة وهنا أنا جاي أعمل من قيمتك وأنت بلشت طبيعي طيب أنا حبيت بطاطس طلع روح شاطر أنا بقول الحق ينقل أنا ممنون طيب عشان تدلك حاجة على السوشيال ميديا زي دي استثمريها استثمريها دي إن شاء الله بس العبي حلو معاها دي بإذن واحد أحد شكرا على ربنا من شارع لشارع لشارع أكيد مثل العادة محل ما السواح ما بيروح أبدا وإذا تطلعوا على الشمال وبتشوفوا محل صغير مجمعين الناس قدامه عنده فول وبلشت العالم تقول هيدا من اشهر محلات هيدا من اشهر محلات هيدا نفوت نشوف حسيت انه الفول بمصر مثل الاسبريسو بايطاليا على الواقف تاكل الصحن وبتضلك ماشي ما بدي قعده وقصه كبيره بتخلص صحنك على بطنك بتنبسط وبتقلع باين العافية. يعطيك العافية يا سيد يلا ساندويشتين غير شكل على ذوقك حاضر والله توني 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 سيد كثير مهضوم رح اطلب منه ساندويشتين ايه اوكي اثنين بس الطريقة بتعبر الراس طيبة مغذية خبزاتهم طيبين حامض على القد ملع على القد الفولات كثير مطبوخين منيح عن جد فينيكم هذا الشيء كل يوم عن جد Very good job. فطلبنا واحد دبل. أنا فكرت دبل إنه دبل سايز هو دبل كون. فمش مشكلة. ليش رحنا نعمل هيك؟ إيه. هيك. إيه. 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 أخذت لي إيه هون؟ منو أخوي وشمو أصبت الحق؟ إذا على الوزن أي أصبت الحق؟ وعلى العمر أنت أصبت الحق؟ أصبت الحق. طيب ما لازم تاكل شيء اصلا هون على اخر انت حبك يا وصلنا لمحل هون اسمه عزه وصار له كثير 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 زمان كل الناس خبرتنا انه ضروري تاكل البوزه ف على الطريقه الفرنسويه رح نسميها ترو نورمال رح هيك لقمه دايمه بوزه قبل ما نقدر نقلع فول والله حقاوي انت عن جد حقاوي صار له من 1957 يعني مثل اذا في واحد بيقول بلبنان انت رايح اكل فول بلبنان رايح عن سوسي او عند ابو شادي خلينا اقول اشياء مثل ما هي طبعا الناس تقول بعدين حكيو ما حكيو خبو ما خبو خلينا نقول اشياء مثل ما هن وتعودت على صراحتي كثير زمان اطيب فول اكلناه على الطريق أطيب فول أكلناه بالعربيات أطيب فول أكلناه من الشعب وأكثر اثنين ما حسينا فيهم شيء أبداً 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 وما انبسطنا فيهم أبداً 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 هن أكثر اثنين مشهورين الحرامي بالقاهرة وال أحمد محمد أحمد بالإسكندرية ولا بهار ولا ملح ولا حامض ولا طعمة ولا نكهة وكل فولة حد التانية قشرتها أسمك من فولة اللي بقلبها الحظ بكل تجرد ومحبة بوزة أكلنا فول اكتشفنا صار وقت نعمل شوي سيح بس طيب يكون كل شي فيه أكشن طيب يكون كل شي فيه شي سبيسيال رح نلعب لعبة أنا وياك أنا بتخبى وبتروح تلحقني تفتش علي يلا روح تخبى يلا يلا انتبه انتبه يا أنطوني رح تتخبى مثل تخبيت بالأردن ها تحت الملايين
ها؟ مصيره ساعة وأنا اركض اركض اركض. أنطوني معنا كنت عمال أبرم عليك ما لقيتك. أنا ربحت كمان يعني. مين ربح؟ أنا. لا أنا ما لقيتك، أنت خسرت. بعتقد الصور تحكي عن حالها ومنا عايز علق على قديش vibrant، قديش فيها حياة، قديش فيها ألوان، قديش الناس واو. بس شو بيصير بالليل؟ هذا هو السؤال. وين كانوا بالنهار؟ ليش على بالعتمة هالقد بترجع بتعجق؟ فرجينا ثلاث شوارع out of millions. فول 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 اكيد، بس اسكندريه بلا سمك يعني. لا لا اكيد فول، وفول كل النهار اوعى تدقوا بالفول. ونحن لو عندهم فول كنا تعشينا فول. بس اسكندريه بلا سمك يعني. انت عارفين انه بس تاكل سمك بصير عندك فول قوه؟ ايوه جود وان. انبسطنا، ختام النهار مسك، تحلية صغيرة بنفوت بننام وبنقلع بكرة آخر نهار بإسكندرية فول بعد واكتشفت بتعقد. صباح الخير والفول والياسمين والآخر نهار بإسكندرية اللي ما بينشبع منه، وأنا أكيد بدي أرجع. هاي أنتوني، أنا رامي من إسكندرية، اتشرفت بيك. انا لبناني مصري من جد، واهلا بيك اسكندريه. عربيه الفول اللي احنا بناكل فيها كل يوم الصبح بالليل بعد السهره اني تايم، احلى عربيه فول في اسكندريه وفي مصر. لك ما بتاكلوا فول وما بتنبسطوا الا على الطريق مثل ما الناس بتاكل. واو عن جد اخويت حبيبي اميزنج. الجو الجو لكل ما اجا وعيش هيدي الاكسبيرينسز بس بمصر، ايه ما عايشي بحياتي. جود فول، فيري جود فول، اميزنج اكسبيرينس. شو نعرف محل اسمه جاد او جاد، اللي هو شوي مثل ماكدونالدز تبع الفول. فينا نقول تحت في عندكم سكرينز كيتشن ستريت فود كايند اوف فاست فود جراب اند جو، سندويشات للطريق او تطلعوا فوق على الطبق فوقاني محل ما المطعم موجود. محطوطين بستينلس ستيل فول ثلاث انواع. عندنا الفلافل المحشيين، حبيتهم توني؟ ايه انا حبيت الفلافل. فيهم كيري، ايه شكلهم قرشتهم حلوه، ايه جبنه. وعلى المنيو في اكثر من 200 او ما بعرف 300 ايتم. يلا توني شو بدك غني؟ شو هذا كلام غني؟ غني غني ما تعلمت بعد عن كيلومتر ابيه؟ لك اي كيلومتر يا حطني؟ كنا ماشيين عشرات الكيلومترات، هي غيرها الغنية، بس قول مثلا 100 كيلومتر ابيه. شو بدك؟ 100 مايل. مشي يا توني يلا بدنا نكسر ريكور امبارح. سندوتش بسلطة وفسيخ وبيقرة. بيقرة ايه؟ خيار. الخيار هو الفياغرا. الفياغرا الطبيعيه. فيري جود. المحل ما بيشهي، يمكن شكلهم كيف فوق بعضهم ما بيشهي، بس سوبر طيبين. رجعنا وين؟ على الساحة محل الترام بيقلع. مظبوط. رجعنا لهون بدنا نعمل اختبار. اختبار. شو رأيك ناكل عند محمد أحمد اللي سوبر مشهور؟ ايه اللي ما عجبنا امبارح. صح، اختبار. هذا فرع ثاني. صح. اوكي. يلا توني. نفتح طاولة هون. قهوة شيء، قهوة شيء. من هلا. لكن هات أعمل اختبار. هيدا قلبي. هيدا قلبي. من زيت المحل اللي احنا عنده امبارح. هيدا فول الشارع. اوكي. هيدا فول مع الزيتات يلي كان عبالنا ندوق. مش عايزين نمثل ونخبر اخبار و...
99% نفتح علبة ونحطها للسيق وللسواح ونضحك عليهم، هيدا هو الفول. قلت لك اعمل لك سوربريز. تتذكر الست اللي قطعنا عندها امبارح حبيناها كثير، علمناها تعمل خبزة بالجبنة؟ ايه المأمون. مزبوط المأمون، فجبت لك زعتر وزيت زيتون، رح نروح نعلمها تعمل منقوشة. يا اخي انا مو جايبين معي هذا زعتر، بدنا نعمل تعمل منقوشه لبنانيه. انا لقيت ليك انا وياك والست. اوكي شاف لك. اوكي هاي لك. شاف لك كذا. شاف لي وشاف لي المدام. اوكي هاي لي هاي المدام. يا طب اخر غدا قبل ما نرجع رح اخذ توني على محل كتير سبيسيال و out of the box. طب ما يفكر انه بس في ستريت فود وبس فينا نتمشى بالشوارع، في ريستورانات هاي ستاندرد انترناشنال ستاندرد. عبيت صحنك وبعدين انا يبقى عبيدك. انا هول بس اللي والباقي كله لك. ابي اعطيني هديك خذ هيدا. يلا بدل هيدا. اعطيني هديك صحن. هيدا؟ ايه انا خذ هيدا لك. ماشي يلا. مبسوط قد ما انا مبسوط؟ وي اكثر شوي. شو حدا صبر لي يعني؟ صحتين. امبارح عملنا بوزة وهلا عم نرجع ندوق بوزة، دقنا يعني التوب 3 فينا نقول. نسيت تذكرت اسميهم؟ عزت نظامي صابر نظامي. انا فضلت عزت. انا فضلت هلا اللي عندنا على الاوتوستراد حوالين طيبين طيبين. فلذلك لبنان احلى بلد بالعالم. لازم بحبس انا مصر كانت حلوة، بلد الفول، 100 مليون زلمة بيمشي عليها، بتهدي 100 مليون زلمة، مثل الإسبريسو عند الإيطاليين أون ذا جو، مثل المنقوش عند اللبنانية أون ذا جو، عند المصريين الفول، الفول الفول، بيوقفوا على العربية بيخطب بكل على السريع بضل ماشي. بيوتفل، جود باي إيجيبت، مش الفول بتخلص، بنلتقى السفرة الجاية. هالسفرة كثير. بس هلا السفرة كتير بشينا. طيب الله. أنا امبارح هذا الغدا جوجل طبعا بمشي قال لي قلب على ظهره. فعندي أندرويد. أندرويد قلب على يلا رح يفلوا بلينا. رح يفلوا بلينا. يلا توني جو رن. جو كتير حلو، الطرقات، الستريت فود ماركت، الفارمرز ماركت، الأجواء، المحلات، الزمامير، الطرقات، السيارات، العالم القطعة، يعني في العالم ومصر. الفول هون كمان بينحط بلا ما بلا ما ينقع. القدرة لصاحب للفوال هي له بيجيب فاضي بياخد مليانة، وهودي لصاحب المحل. ده زيت حار، زيت كتان ذرة، توابل شطة وطحينة، ملح، كمون، ليمون بالثوم، فلفل، بصل. الباذنجان شيء كتير طيب. كله عنده إياه. ما حدا بجيب سيرته، كله بقول لك فول وطعمية. ما بعرف ليش باذنجان ما بجيبه سيرته. يلا جو. بس بيعطوك إياه.
عندنا ساندويتش فول كله محطوطين هون وحده وحده بالكيس مع شويه طحينه شويه سلطه وريدي تو جو. اللي عم حبه واللي عم بكتشفه انه النفس هو ذاته، الفيل هو ذاته، النوها عظيم، الاجواء ذاتها، الطعمات، الالوان الخضراء، الحامض، الزيت، البهارات. اطيب فولك يلا استاذ. واحده زعتر واحده جبنا للشاب دايما الشعب. فول جاتو، فول ببيستي، فول بكرواسون. مين قال ان الكرواسون لازم يكون بس زعتر؟ اليكس 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 هيريور طلعوا مثل البيوري مثل الشوربه، فيها قمح واضح، خلط معها شويه فلفل ملح، فيها زيت حار كمان. الله بيجي معهم جبنه بيضه عمية وصحن البطاطس. طيب بس ما قبل ان تتربى مش اكلنا بالقهر. Goodbye Egypt. مش هنفول بتخلص. نلتقى السفرة الجاية.